ويا لما تلف الحصان لفه ضيقه سواء قود او ركوب او حتى قود على جنب، ويحاول يعضك اثناء اللف. طبعا ذكرت سابقا ان لو كان الحصان مدرب زين اصلا ما راح يحاول يعض او يبالغ مع العض، ولو حاول سهل ترد انه اصلا مدرب زين قبته خفيفه، فسهل تجر رقبته عكسك بسهوله لو بغيت. يحترم لغه جسدك حتى في القود، يحترم لغه جسدك ودقه يدك في الركوب، يحترم جسمك ويحترم دقه يدك، فرده بيكون سهل، رده من الجهه الخارجيه مو عكس المكان العضه او نفس مكان العضه. لكن اذا كان مدرب خطا او مدرب تدريب جيد وتحاول ترده، الاشياء التاليه تفيدك او مهمه. رقم واحد هو الاهم اللي يبدون الجميع الامور الاخرى تقريبا ما تنجح بشكل مطلوب، دقه اليد. الحصان لما يحاول يعضك بيسحب او يفضي او يتكي من جهه من جهه، فاذا كانت دقتك في مواكبه الثلاث او في القفل كنت تقفل صحيحه يسهل عليك رده، سواء بالداخليه الجهه اللي بيعضك منها او الخارجيه الجهه اللي بيعضك عكس الجهه المعاكسه للمكان اللي بيعضك منها او فيه. كل ما كانت دقتك اسوأ كل ما صعب عليك الشيء هذا، يعني الخطوات التاليه برضه بتكون سيئه والعكس صحيح. الشيء الثاني تغيير مكان يدك لما تلف لفه ضيقه في قود او ركوب وخشم الحصان قرب من ركبتك ومفصلك بالذات، حاول تغير مكان يدك، طلع يدك برا وانت لاف، او نزلها تحت زياده او ارفعها فوق زياده او وخرها ورا يعني نقطه زياده. في الحاله دي بتبعد فم الحصان عن المكان اللي تبغى تحميه اللي هو الركبه والمفصل بالذات، لان الساق اقل خطوره، مفصلك وركبتك هي اللي عاده تخاف عليها من العض. فلو بعدت فم الحصان اثناء وما زلت مستمر في اللفه حميت نفسك من العض. فمستمر في اللف لكني مودي خشم الحصان على برا شوي، ابعدته عني او على وراء فصار وراء ركبتي او على تحت فصار عند الساق مو مره عند القدم ولا مره عند الركبه. فتغيير مكان اليد له دور مهم جدا. رقم ثلاثة هو من اهم الاشياء ردم الجهه الاخرى. فانت قاعد تلف يمين بالغ في العض في اللحظه اللي يحاول يعض وهو فاحج، لف لفه كامله يسار واستمر لين يفحج يحاول يعض، لف لفه كامله يمين واستمر لين يفحج يحاول يعض الى اخره. فعلم انك اذا فحجت وحاولت تعض من مقاومك بلفك عكس وبكمل لفه لين تفحج، يصير مع الوقت يعرف انك بتعامل اللفه اللي يخليها هو فحجه بانك تلفها من الجهه الاخرى، فيختار انه يرضيك باللفه ما يقاومك. اذا الدقه هي الاهم، ثم مكان اليد اللي بتلف معها، ثم اليد الخارجية المعاكسة لمكان اللف، والأولوية للنقطة الأولى هي دقة المواكبة أو دقة التعامل مع الحصان. الثنتين الباقية الأولوية حسب الحصان. مرات مفروض ترد بالخارجية قبل الاهتمام بمكان يدك الداخلية، مرات الاهتمام بمكان يدك الداخلية أهم من رد بالخارجية.